السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنكتشف معا الحواس الخمس التي تساعدنا على فهم العالم من حولنا. أول حاسة هي حاسة التذوق، نتذوق الأطعمة ونشعر بمذاقها. ثاني حاسة هي حاسة البصر، نرى الألوان والأشياء الجميلة. الحاسة الثالثة هي السمع، نسمع الأصوات المختلفة من حولنا. ثم حاسة الشم، نشم الروائح الجميلة والعطرة. وأخيرا حاسة اللمس، نستخدمها عندما نلمس أشياء حولنا. الآن تعرفنا على الحواس الخمسة، ما هي الحاسة المفضلة لديك؟ أخبرنا في التعليق. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات الممتعة.